في غباء الزوج. اه في معاملة الأبناء بيهدم الأم نفسها. وأنت ليه تسمحي إنه يتغابى في التربية؟ يعني أنت عندك أسس للتربية وعندك أمور أنت ماشية عليها في التربية مع أولادك، ليه تسمحي إن زوجك يهد الدنيا؟ وليه تسمحي إن هو يتغابى على العيال ويجيب لهم مرض نفسي؟ وقفي، قولوا لا 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 لا، مفيش تعامل بالكلام ده، مفيش تعامل مع الأولاد نتكلم، مفيش قسوة ولا لا قسوة ولا نوع من أنواع المعاملات، الشخيط ولا الزعيق ولا مش عارفة إيه، بيجيب نتيجة في التربية صفر، النتيجة والحصيلة صفر، اسمعوا كلامي، الحصيلة صفر. لكن تيجي تقول أنا هعاملهم بقسوة أو عامل عيالي بقسوة، ما بيجيبش، ما يفتكروش إنك راجل قاسي وظالم، ما يفتكروش إلا كده، أنا راجل قاسي وظالم، مفيش حاجة إلا كده. طيب أعمل إيه؟ خليني اقول لكم تاني على موضوع التربيه، بتبقى بالاتفاق ما بين الاب وما بين الام. الاولاد ما لهمش دعوه خالص بموضوع اصل انا هو بيقول بالشكل الفلاني وهي بتعترض عليا بالشكل الفلاني، الاعتراضات دي داخل اوضه النوم. اما نطلع للاولاد نطلع بصيغه موحده بكلام موحد، تمام، عشان بس نبقى واضحين في الكلام.